une ressource او كيطلع في الكريدي. اذا من بعد ما تعرفنا على هاد لي نوسيون دو باز لا كونطابيليتي غادي ندوزو نتعرفوا على لي دوكيومون كونطابل. اول حاجه في مهمه في لي دوكيومون كونطابل هو لو غران ليفر. لو غران ليفر هو لونسامبل دي كونط شيماتيزي اون تي. يعني كون جو دي شيماتيزي اون تي كندير واحد لو شيما بحال هكا بحال تي و كيكون شاك كونط كيكون عنده لو ديبي ديالو لو كريدي ديالو. كنديرو هنايا دي على اليسار وهنايا سي على اليمين. اذا كلشي كاع لي كونط كيكون عندهم ديبي والكريدي وكيمكن لينا نسجلو فيهم العمليات على حساب لاكتيفيتي ديال الشركه. يعني كل كونط كتموفمونتي في الحاجه ديال عند الحاجه كما كنقولوا شريتي شي حاجه غادي ديبيتي ان كونط وغادي تكريديتي ان كونط. يعني كنبقاو دائما محتارمين هذاك المبدا ديال لا بارتي دوبل اللي قلنا بلي راه il est très important هو لا باز ديال لا كونطابيليتي. بعد ما تعرفنا على لو غون ليفر غنمشيو دابا باش نشوفو لا بالانس. اشنا هي لا بالانس؟ لا بالانس هي واحد لو دوكيومون كونطابل اللي كيحتوي على المعلومات التاليه: نيميرو دو كونط، لانتيتولي دو كونط، توتال ديال لي موفمون ديبي او كريدي و لي سولد. لي سولد دي كيكونوا سواء ديبيتور سواء كريديتور. العلاقة الأساسية اللي كاينة هنايا اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان الأصدقاء هي أن لونسومبل دي ديبي خاصو يكون كيساوي لونسومبل دي كريدي. ودائما هنايا كنبقاو في المبدأ ديال لا بارتي دوبل. يعني شاك كونط كون موفمونت كي كان موفمونتي اون كونتر بارتي ديالو ان اوتر كونط. يعني ما يمكنش ان نقيدو اون اوبيراسيون في ان سول كونط. كنقيدو في ان كونط وكنعاودو نقيدو في ان اوتر كونط من جهه لاخرى كسا سوا او ديبي او كريدي. من بعد غادي ندوزو اصدقاء لواحد لو دوكيومون كونطابل تا هو كي تري امبورطون هو لو جورنال. لو جورنال إلي سامبل كتشوفو كيما كتشوفو هنايا في لو شيما كيكون عبارة عن واحد الجدول صغير كيحتوي تا هو على الديبي والكريدي وكيحتوي على بعض لي دات. هاد لي دات على سبيل المثال خديناهم غير باش نديرو واحد المثال صغير على أن كيفاش كيكون هاد لو جورنال على لا كومبوزيسيون ديالو كيفاش كيكون. اذا هنايا في لو جورنال كيمكن هاد لو جورنال شنو كيخلينا شنو كيخول لينا نديرو؟ كيخول لينا نقيدو لي زيكريتور كونطابل اللي كندير الشركه على حساب المعاملات ديالها وعلى حساب لاكتيفيتي ديالها. يعني مثلا هنايا غناخد هنايا في لا دات دو 3 4 عندي في لا دات دو 3 4 عندي واحد لوبيراسيون ديال ناخذ نفس لوبيراسيون اللي خدينا قبيله ديال لاشاد موبيلي. غادي نديرو موبيلي دو بيرو شرينا ان موبيلي دو بيرو اترافير لو كونط بانك. اذا كنقيدو في الديبي ديال لو كونط موبيلي دو بيرو 1000 درهم باش شريناه وفي الكريدي ديالو 1000 درهم. يعني هنايا كنكونو احترمنا المبدا ديال لا بارتي دوبل و اون ميم طون قيدنا في لو جورنال ديالنا قيدنا هاد العمليه ديال لاشاد موبيلي دو بيرو. ولا لاحظتوا معايا إذا جينا نديرو لي كونط اون تي إذا شيماتيزينا هاد العملية سلون لي كونط اون تي فغادي نلقاو لو كونط موبيلي دو بيرو
الى موفمونتي او ديبي، يعني تزادت فيه 1000 درهم هنايا، و لو كونت بانك لو كونت بانك اون تي تا هو زادت فيه 1000 درهم في لو كريدي. اذا الى جينا نديرو واحد العلاقه ما بين لو جورنال و لو غران ليفر و لا بالانس، فاذا كنشوفو هنايا كما كنشوفو هنايا كما كنشوفو هنايا لو كونت بانك شيماتيزينا اون تي، يعني تزادت فيه واحد 1000 درهم في هاد ليكريتور ديال لو 3 4. ونفس الشيء في لو كونت موبيلي دو بيرو، سي لو كونت موبيلي دو بيرو اللي تزادت فيه واحد 1000 درهم في لو ديبي ديالو اترافيغ هاد لوبيراسيون هادي ديال لو 3 4. يعني لو جورنال كيمكن ليه يبين لينا العمليه لو كونت افيك سون كونتر بارتي. Par contre, le grand livre, il permet juste l'enregistrement de la somme avec le compte. Yani, il a dit bzaf ديال العمليات ou كانوا déjà enregistrés فيهم بزاف ديال لي مونطون ما غاديش نعرفوا شنو هو لا contrepartie ديال شنو. Par contre, le journal كيمكن لينا نعرفوا شنو هو لا contrepartie كل opération la contrepartie ديالها. من بعد ما شفنا لو جورنال واحد الخاصية مهمة أيضا في الجورنال، فهي أن التوتال ديال الجورنال كيكون دائما كيساوي التوتال ديال البالانس. هادي عقلوا عليها دائما مش بغيو تفيريفيو مثلا الجورنال ديالكم، خاصكم تلقاوه il est égal avec le total de la balance. Nous avons le bilan. Achna ou le bilan? Le bilan ou un jadwal qui confie l'actif ou le passif fait juge de les volets. Il y a ni l'actif ou le passif ou quand on fait les rubriques les adna ou les classes les adna la comptabilité. L'actif qui compte adna la classe 2 هي لاكتيف ايموبيليزي، ensuite la classe 3 هي لاكتيف سيركولون، و la classe 5 هي لا تريزوري اكتيف. و في لو باسيف كيكون عندنا في لا classe 1 كنسميو classe 1 فينانسمون بيرمانون، و classe 4 باسيف سيركولون، و la classe 5 تريزوري باسيف. الى لاحظتوا معايا هنايا تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف، فهي بجوجهم في لا كلاس 5. اذا كي على حساب واش عندنا ان سولد كريديتور، اذا كان عندنا ان سولد كريديتور فكنسميوه باسيف وكنكلاسيوه في لو باسيف، ولا كان عندنا ان سولد ديبيتور ديال لا تريزوري في لاكتيف كنكلاسيوه في لاكتيف وكنسميوه تريزوري اكتيف. من بعد ما شفنا لو بيلون غادي نشوفو واحد لو دوكيومون تا هو امبورطون اللي كيخلينا نشوفو l'exploitation de l'entreprise. من خلاله كيمكننا نتعرفوا على l'activité وعلى le volume ديال l'activité de l'entreprise. يمكننا نشوفوا à travers le CPC، كيمكننا نشوفوا le chiffre d'affaires ديال الشركه، كيمكننا نشوفوا l'ensemble la somme ديال les charges ديال هاد الشركه غير من خلال هاد الجدول هذا. إذن هذا الجدول ديال لي كونط دو برودوي دو شارج اللي كنسميوه لو سي بي سي، هو كي عباره عن واحد الجدول فيه دو كولون لي شارج و لي برودوي. نبداو بلي شارج اللي هما لا كلاس 6 في لو بلان كونطابل. كاين عندنا لي شارج ديكسبلوطاسيون، يعني شنو هما لي شارج ديكسبلوطاسيون؟ هما لي شارج ديال التسيير العام، يعني شركة كتصاوب مثلا ساندويتشات، فلي شارج ديكسبلوطاسيون اللي عندها هي مطيشة والبصلة والزيتون. ولي شارج فينانسيير، اشنو هما لي شارج فينانسيير؟ مثلا شركة واخدها ان كريدي من لا بنك، لي زانتيغي اللي كتخلص فهم عبارة عن دي شارج فينانسيير. ولي شارج نون كورونت،
مثلا شي فور ديال الشركه دار واحد المخالفه وشدوا البوليسي وقيد ليه قيد ليه مخالفه، وهذيك 700 درهم ديال المخالفه كتسمى اون شارج نون كورونت لانها ما دخلاش في لاكتيفيتي برينسيبال ديال الشركه. سي اون شارج خلصت الشركه ولكن ما دخلاش في لاكتيفيتي برينسيبال. ندوزو الان لي برودوي. لي برودوي عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون، يعني الشركه كتبيع ساندويتشات، هذوك الفلوس اللي كتجني من دوك الساندويتشات هما لي برودوي ديال ديكسبلوطاسيون. لي برودوي فينانسي، مثلا الشركه بلوكات اون سوم دارجون في لا بانك وجاوا دي زانتيغي، هذوك كيتسموا دي برودوي فينانسي. و لي برودوي نون كورون، مثلا شركه عندها واحد ليتيج مع ان فورنيسور ولا مع ان كليون ومشاو للتريبيونال لا قدر الله وربحوا القضيه وخرج لهم الشركه واحد دي دوماجمون ديال اون سوم دو المهم 10000 جو دي نيمبورت كوا ولا 1 مليون، هذيك كيتسمى ان برودوي نون كورون. إذن بعد ما تعرفنا على هاد لي برينسيپ دو باز ولي نوسيون دو باز اي لي دوكيمون كونطابل ديال في الدرس ديال اليوم ديال لا كونطابيليتي، ف كنتمنى لكم انكم تكونوا استفدتوا معنا في هاد الدرس هذا القصير عن لا كونطابيليتي، وغادي نحاولوا ان شاء الله نوضحوا لكم في سلسلات قادمة المزيد من المعلومات حول المحاسبات.